أعزائي السادة المشاهدين، فاز نادي الزمالك على نادي الجونة بنتيجة 1-0 للعالمي، للعالمي اللي مفيش منه اتنين في كوكب الأرض، يوسف أوباما. يوسف أوباما، هكلمكم عن يوسف أوباما، جمال يوسف أوباما ودلال يوسف أوباما، هنقعد سنين نتكلم عليه، بل عقود بل قرون عزيزي المشاهد نتكلم على جمال ودلال يوسف أوباما. يعني أنا مستني اللحظة اللي يوسف أوباما هيجي يحط فيها صورتي بروفايل عنده تكليلا لمجهودي معاه، لان انا تعبت سنه شايل يوسف اوباما على كتافي. يوسف اوباما اعزائي الساده المشاهدين من ساعه ما لبس رقم 14 وهو كل ماتش يجيب جول، زهقنا يا جرع، زهقنا يا جرع. خلينا نحط الصور اي حد من اللعيبه التانيين بقى، مفيش غيرك ولا ايه يابا؟ اعزائي الساده المشاهدين، وقبل ما نخش في تفاصيل وندي بقيه اللعيبه حقها، انا كان في حاجه صغيره عايز اتكلم فيها، عايز افهم هو احنا ايه صله القرابه اللي ما بين المخرج ورضا شحاته والمعلق، عشان يبقى الماتش 90 دقيقه فيهم 50 دقيقه لوحدهم رضا شحاته على الشاشه بام البليزر اللي مش فاهم ده جايبه منين، والمعلق رضا شحاته قام، رضا شحاته قعد، رضا شحاته نام، رضا شحاته جري، رضا شحاته طر، رضا شحاته في ايه؟ هو ما رجعش يلعب كوره من اول وجديد؟ مش قمار انتوا الاثنين قصاد بعض، المخرج يجيبه يروح المعلق متكلم عليه مرتين، المخرج يتكلم عليه مرتين يقوم المعلق متكلم عليه مره، هو انتوا بتعندوا قصاد بعض؟ بتعندوا قصاد بعض؟ انا زهقت، انا عايز اتفرج على الماتش، والمخرج عمال بيسرح كل شويه، مش بيحط كاميرات غريبه للكادرات. يعني مثلا دلوقتي هي الكوره مثلا في نص ملعب الزمالك، الكوره اتنقلت قدام الزمالك، نقلها في نص ملعب الجونه، تفضل الكاميرا موجوده على نص ملعب الزمالك، يابا الكره هناك اجري، يروح فجاه تلاقي الكاميرا عملت كده، يابا تعبنا بقى، ادرسوا اخراج ولا انتوا عملوا مش محتاجه، والله العظيم الموضوع سهل، الحته اللي فيها الكره خلي الكادر عليها، انما مش كل شويه تنططني شمال ويمين علشان احنا زهقنا والمخرج زهقنا والمعلق قرفنا، عمال بيقول حاجات ما بتحصلش والمخرج عمال بيجيب لقطات ما بتتعدش. صحيح يا جماعه، بالنسبه عشان ما انساش الكرة اللي هي بتاعت بن شرقي اللي كان رايح عليها بيها انفراد وراح عاملها بالعرض لزيزو، الكرة دي ما اتعدتش تاني ليه؟ يعني انا مثلا هي الكرة يا عم مش ضربة جزاء، لو هي فيها شك ان هي ضربة جزاء ما تعيدها ليش ليه؟ اشوف يا عم، عايز احرق دم تاني يا عم، وانا مش فاهم بجد ليه الحاجات دي ما بتتعدش؟ عيد يا باشا، ده انت الكرة وقفت بعدها دقيقتين، عيد يابا، في 70 تغيير اتعمل بعدها، عيد يابا، احنا تعبنا. اعزائي الساده المشاهدين، ندخل في صلب الموضوع على طول. نادي الزمالك النهارده قدم ماتش كويس جدا، ولكن الجونه تفوق على الزمالك في التلت الدفاعي بتاع الزمالك. ليه بقى عزيزي المشاهد؟ لان الجونه كانت بتضغط باتنين لعيبه على حامل الكره في التلت الدفاعي بتاع الزمالك، فده كان بيصعب ان الكره تطلع من نص ملعب الزمالك للنص اللي قدام، او ان انا اعمل هجمه سريعه، بمجرد ما اللاعب الكره تيجي تحت رجله هوب تلاقي اتنين ضغطوا عليه، فده معناه ان في كثافه هجوميه من نادي الجونه. فيا ونش، بغض النظر عن المستوى الهايل اللي انت قدمته النهارده في كوره انت اخدتها وطلعت بيها لحد نص الملعب، فانت بالتالي لما هيتضغط عليك باتنين لعيبه والكره تتقطع منك هيبقى في زياده هجوميه لفرقه الجونه على نادي الزمالك، وده اللي كان هيجي منها جون اصلا النهارده، يعني هي الكره دي الوحيده اللي كان هيجي منها جون. فيا ونش، رجاء التزم بالمهام بتاعت المركز، مش شرط ان انا اخد الكره، انت عندك حته نقل الكره وان انا اطلع بالهجمه بسرعه، بس لما بتوقف الكره تحت رجلك دي بتعمل خطوره بسبب ان هي بتتقطع منك، لان تاني مره او تالت مره تتعمل من الونش، مش النهارده، عملها في ماتشات قبل كده وسببت هجمات مرتده على نادي الزمالك. فيا ونش، رجاء التزم بمهام مركزك، انا عارف ان انت النهارده من نجوم الماتش، ولكن هي الغلطه دي اللي كنت حابب اتكلم فيها. في غلطه عملها برضو ابو جبل، ولكن ابو جبل برضو بغض النظر عن المستوى اللي بيقدمه ابو جبل في الفترات الاخيره، ابو جبل عايز يلبسها لنا ازاي الكرة؟ انت عشان بس الناس، انا كنت شايف في الكومنتات تعليقات غريبه كده، فكان في واحد بيقول لي اصل فتوح الكرة يا جماعه اللي هو جات له كان معاه مهاجم فتوح وابو جبل والمهاجم بتاع الجونه، فالكرة كانت ما بين فتوح وابو جبل، المفروض ابو جبل بيمسكها، فابو جبل لما الكرة فلتت منه وراحت لمهاجم الجونه وابو جبل مسكها زعق لفتوح، فانا مش فاهم ابو جبل انت بتزعق لفتوح ليه؟ الكرة غلطتك، الكرة في استحواذك، انا كحارس المرمى امسكها، لو المدير الفني بره قاعد على الخط قال لك سيبها يا ابو جبل ما تسيبهاش، لان دي بتاعتك انت ودي منطقتك انت، وانت اللي كاشف الملعب بوشك، شايف اللعيبه كلها،
فتوح حتى في واحد بيقول لك فتوح قال له سابها، انت سمعته ازاي يا نجم لو سمحت؟ يعني ايه فتوح قال له سابها؟ يعني فتوح سبع هيسيبها؟ ما تمسك امسك انت، طالع بقى تزعق لفتوح عشان تلبسنا ان ايه فتوح هو الغلطان مش انت الغلطان. لا انت الغلطان يا ابو جبل، والمفروض تصحصح في الكوره زي دي، لان الكوره زي دي ممكن تخلص الدنيا بجون في اواخر الماتش، مش هتلحق تعوضه. النهارده كان في علامه استفهام قد كده على بن شرقي، انا مش فاهم يعني هو بن شرقي احلق ام السكسوكه دي، انت من ساعه ما عملتها وانت بقيت بتضيع يا باشا. ايه احلق كده وارجع لبن شرقي اللي احنا نعرفه علشان الموضوع يمشي معاك. بن شرقي النهارده ناس كتيرة تقول لي مع مش مركزه، ما ضيع انفراد، وفي كوره برده كان متطرف فيها عرضها غلط، بيقولوا لي مش مركزه. يا جماعه عشان النغمه دي دايره بقالها كتير، مال المركز اللي هو فيه بالاستلام والتسلم؟ يا جماعه انا لاعب كوره، عندي اساسيات لاعب كره القدم، فالمفروض ان انا عندي ميزه ان انا استلم تحت ضغط، او استلم في اي حته او في اي مكان، وان انا اسلم تحت ضغط وفي اي حته وفي اي مكان، دي مهام لاعب كره القدم اللي هو المفروض ال11 زي بعض. تمام. واحد يقول لي اصل مش مركزه ان انا اسلم الكره للاعب ازاي؟ يعني ايه علاقه المركز ان انا اباصل اللي قدامي؟ ايه علاقه المركز ان انا كواحد رايح وشي على الجون اعرضها غلط؟ يعني انا شوطها، انا وشي للجون، يعني انا والجون في المشهد لوحدينا والكره تحت رجلي ومرتاح قوي 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 قوي، والجون ما طلعش كبس عليك ان هو ضيق عليك الجون، لا ده الجون شارع يا باشا، شارع النصر قدامك، شوط في اي حته، حط هنا اركنها اعمل ان شاء الله، حتى تعمل باكورد وانت واقف مكانك، كل اللي هتعمله هيأدي بان الكره تبقى جوه الجون وتبقى النتيجه 2-0. هعمل راحه للفرقه بدل ما انا طول الماتش عمال متعقرب على الجون اللي هيدخل فيها الجون امتى؟ ما انا مش فاهم، هي احنا تعبنا والله العظيم، انا ما بقتش فاهم يا جماعه، هو الموضوع ده عاده ولا هنشتريها؟ طيب انا عشان افهم، يعني احنا اتغير تيم نادي الزمالك ده مثلا من سنه 2000 لحد النهارده في بتاع 3 و4 فرق مختلفه لعبوا باسم نادي الزمالك، ليه الموضوع ده مستمر معانا؟ يعني هم يعني اللعيب ده اتغير ليه المشكله اللي في ده بتتنقل في اللي بعده؟ هم بيسلموها لبعض ولا؟ انا عايز افهم الموضوع ده، اشمعنى الموضوع ده ماشي مع لعيبه الزمالك؟ هل في عمل معمول في النجيله اللي بيتمرنوا عليها، في الميه اللي بيشربوها في النادي، ولا في ايه؟ طيب انا بجد عايز اعرف ليه الرعونه بتيجي ان انا ابقى مثلا كسبان 1-0، هوبا بقى كعوب يا باشا وكباري وباكوردات وكعوب كتير. بص انت اللعيب بيبقى واقف، اذا انا ما عملتش كعب اهو، يروح عامل كعب. ارحمونا بقى، ارحمونا بجد والله العظيم، كور تخلص ماتش. انا النهارده اكسب 6 والله العظيم، الزمالك النهارده يكسب 6-5-4 يا عم، 4 يا عم، هات يا عم جون كمان، جون هات 2-0، خلينا ابقى مطمن ان انا لو دخل فيها جون لا ساعتها لا فوق يا رجاله، احنا بقينا 2-1 مش هينفع، احنا في اخر 5 دقائق في الماتش، اخر 10 دقائق في الماتش، لا ازاي بقى كعوب وسيروهات غريبه واوباما جه في كره كانت في اخر الماتش عايز يعمل اسيست من بين رجل الواد، فانا مش فاهم اوباما، يعني انت الموضوع سهل، الموضوع اسهل، انت لو كنت لميت الكوره عملتها كده وخدتها تبقى الجون فتح لك، شوطها، ادي للي جنبك ادي للي وراك اعمل اي حاجه. وكان في حاجه النهارده اللعيبه بتعملها في التلت الدفاع، المنطقه اللي هي ما بين الدفاع ونص الملعب، المنطقه دي كان في غلطات كتيره جدا 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 بتعملها لعيبه الزمالك علشان تخلص من الكوره. اللاعب يلاقي في 2 جايين عليه يروح خد، ماليش دعوه انا بالكوره، خد يا باشا اتفضل، يروح ملبسها لزميله، ما هو انت زميلك ده انت بتحرجه، هتيجي العبء على دماغ الفرقه كلها لو دخل الجول، فانا المفروض ابقى مصحصح في الكور دي. موضوع ان اللعيبه كانت بتحرج بعض في نص ملعب الزمالك كتيره قوي من لعيبه الزمالك كانت حاجه مقززه جدا، لدرجه ان انا مش فاهم هي اللعيبه عايزه تبين ان في زمايلها وحشين؟ يعني ده عايز يبقى طارق حامد عمال يباص لفتوح وخلاص، فتوح عمال يباص مش عارف يمين وخلاص، مع ان اللعيبه النهارده ادت اللي عليها لدرجه ان انا مش عارف مين كان اوحش واحد في الملعب، مفيش حد كان وحش من لعيبه الزمالك حرفيا في الملعب، بس كانت في غلطات بتعملها اللعيبه غلطات ساذجه ملهاش داعي، ما كانش ينفع ان هي تتعمل. التلت الهجومي بتاعك انا المفروض ان انا من وسط يا عم كل 10 كور بتجيلي على الجون اخلص منهم 3 أو 4، لا ده انا بقيت الماتش كله بخلص بالكوره، وكل الاجوان اللي بجيبها دلوقتي بقت من بره ال18. دي حاجه تحسب للمدير الفني وللجهاز الفني ان هو بدا يلاقي حلول
هجوميه لفرقه نادي الزمالك ما كانتش موجوده قبل كده. فرقه نادي الزمالك تقريبا احنا بقالنا سنه ما فيش حد شاط كوره من بره ال 18 جابها جون. انت دلوقتي اخر 5 اهداف للزمالك كلهم من بره ال 18، ان لم يكن كل اهداف الزمالك في الدوري السنه دي من بره ال 18. وكنا كلنا بنشوف الكلام ده باستثناء الجون بتاع اوباما اللي هو جابه بدماغه الماتش اللي قبل اللي فات. فانا عندي كده استياء من لعيبه الزمالك في حته اللي هو رعونه ان انا بخلص هجمه. يعني تخلص ما تخلص الماتش هيتكسب لوحده، هنكسب ما تقلقوش يا رجاله، احنا ما نعرفش هنجيب الجون امتى بس احنا هنكسب وعلى الله. يعني انا مش فاهم، احنا بنلعب الجونه؟ ما احناش بنلعب خط بارليف علشان خاطر ان انا مش عارف اوصل للجون اجيب جون. لا انا بوصل وبضيع وفرص غريبه ومبقتش فاهم هو المشكله في مين بالظبط. عندي زيزو بقى عنده مشكله ان انا عايز اوسع اجيب جون، يعني الكره تبقى معايا قدامي 15 واحد عايز اعدي من 15 اجيبها جون. بن شرقي بقى عنده استعجال على ان هو يجيب جون لدرجه ان هو لما بدا ان هو يركز ان هو يجيب جون والكره بتضيع منه جات له الكره السهله ان هو هيجيبها جون، ما بقاش عنده الثقه في نفسه ان هو هيجيبها جون، فراح بصها بالمنظر اللي احنا شفناه ده، خلى الكره طلعت منظرها اسوأ. وبعيب على المدير الفني لنادي الزمالك تبديله بن شرقي. التبديله بتاعت بن شرقي دي تبديله هتاثر على اللاعب سلبي بطريقه انت مش هتتوقعها غير لما هتشوف بن شرقي تاني في الملعب. انت بتاثر بالسلب، انت بتهد اللاعب نفسي، انا بضيع وضيعت كوره، لا خد تعالى اطلع. لا ما هو ما ينفعش، لازم احتوي اللعيبه اديله فرصه طالما هو بيوصل في الملعب، ده معناه ان اللاعب ايجابي. انما موضوع ان انا اخلص قدام الجون او ان انا بضيع او الكلام ده، دي بتبقى توفيق او بتبقى عايزه ثقه. لا انا افضل في الملعب. انما تبديله مصطفى محمد ببن شرقي دي كانت تبديله غلط. انا كان عندي مصطفى محمد ينزل بدل شيكابالا واعدل الملعب، بن شرقي هنا يا باشا وزيزو هنا ومصطفى قدام وتحتهم اوباما وريح الدنيا. انما انا بنزل بطلع اوباما وانزل عبد الله جمعه واطلع شيكابالا ومش عارف ايه التبديلات اللي كانت بتحصل. التبديلات غريبه، انا ما بقتش فاهم. وفجاه الاقي الزمالك في بدايه الشوط الثاني مسلم الجونه الكوره بيلعب الجونه اللي هو انا اللي بلعب على المرتده، مد الكوره للجونه ومقفل بلعب بخمسه تحت وقدامهم اربعه وواحد قدام. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ نادي الزمالك مش اللي يلعب كده، نادي الزمالك هو اللي ينزل يفرض شخصيته على الملعب ومقفل الملعب من كل الاتجاهات. وعندي اللعيبه اللي هي المفروض تبقى سده وقافله كل مناطق اللعب بتاعه الجونه. الجونه النهارده ولا كان بيلعب على الاطراف، لان حازم امام ما شاء الله كان عالي جدا النهارده، وفتوح برده ما شاء الله كان كويس جدا النهارده. الزمالك الفرقه كانت فرقه الجونه كانت بتخترق من العمق وكانت بتوصل من العمق بسبب ان عندك لعيبه في الزمالك في نص الملعب كانت بتحرج بعضها في الملعب. انا اوباما معايا الكوره مش عارف استلم اخد من مين ازنقه بالكوره وازنقه ده، مش عارف. انا مش هسمي حد لان الموضوع ده كان بيحصل من اكتر من لعيب، الا باستثناء شيكابالا هو الوحيد اللي كان عنده الحلول ان هو ينقل الكوره من التلت ده لقدام بالسروهات اللي كان بيعملها. وشفنا ده في الكوره بتاعت بن شرقي اللي هي ضيعها، شفنا ده بالمناسبه صحيح امام عاشور كان ممتاز جدا النهارده، بس كان عليه رقابه لصيقه لانه خلاص اتحفظ ان هو من بره ال 18 الكوره لو جت تحت رجله بتبقى جون. فالفرق قدامك بدات ان هي تاخد بالها من الحته دي، فانا المفروض اعمل جمل لامام عاشور، بس اعمل له جمل ان هو يبقى في الحاله ان هو يقدر يسدد فيها من بره ال 18 طالما هو بيقدر يوجد لي بقى حل ان انا اجيب منه جون، فاعمل له جمل. انما مش هفضل سايبها كده سداح مداح لحد ما فين وفين تجيله كرة كده بالصدفه ويشوطها. النهارده اوباما عشان لقى حد يقفل اللي كان بينزل له اوباما تحت، اوباما لقى الاريحيه قدام ان هو يتحرك في التلت الهجومي براحته تحت راس الحربه، الا كان اصلا انت ما كنتش تلعب براس حربه، انت كنت عمال شويه تبدل ده مكان ده. دي حاجه كويسه ان انا بلاعب الفرقه اللي قدامي هم مش عارفين مين فينا او مين في الثلاثه قدام اللي هيجيب الجون، مين في الثلاثه اللي قدام هو اللي كان هيبقى في السته يارده. فده كان حاجه كويسه، بس لما انا بدات انزل براس حربه صريح المفروض اعدل بقى الفرقه بتاعتي واعدل الملعب يا باشا، بن شرقي هنا وزيزو هنا واكمل. انما اللي كان بيحصل ده كان غباء، انا ما اقدرش اوصفه اكتر من كده. فاوباما كان لاقي الاريحيه ان هو يتحرك في الحته دي، جاب جون من بره ال 18 شوطه بشماله، حاجه كويسه جدا من يوسف اوباما، بتكلل مجهوده اللي هو كان المفروض ان مجهوده كان مختفي الفترات اللي فاتت دي عن عين الناس بسبب ان هو ما كانش بيجيب جون. انما يوسف اوباما لما بيجيب جون الناس بتبتدي تاخد بالها منه وتحركاته في الملعب. طب هو لو ما جابش جون مش هشوفه؟ طب النهارده شيكابالا كان كويس جدا، هو شيكابالا لو ما جابش جون مش هشوفه؟ الناس ما بتشوفش غير اللاعب اللي بيعمل مجهود جبار ويجيب جون، انما لو عملت مجهود جبار جدا
وما جبتش الجون، الناس بتقول عليك ان انت سيء، الناس بتقول عليك ان انت وحش، الناس بتقول ان انت ما ظهرتش، الناس بتقول ان انت بدني بتاعك تعبان. انما اللعيبه انا شايف ان اللعيبه على مستواها. الخلل موجود فين؟ الخلل موجود في التلت الدفاعي بتاعك، اللي هو انا مش عارف اطلع بالكوره صح، بلبس اللعيبه وخلاص. والخلل التاني موجود في التلت الهجومي، اللي هو اللعيبه مش عارف، مش عندها الثقه في نفسها، مين اللي هيجيب الجون؟ ده الكره معاه عايز يلعبها لده، ده الكره معاه عايز يحطها تحت رجله ويعدي من الفرقه ويشوط، ده الكره معاه الجون للجون وبيلعبها بطريقه ساذجه جدا. المفروض يا جماعه يبقى اللعيبه عندها تركيز اكتر من كده، لان انا الماتشات اللي جايه بالنسبه لي المفروض ان هي ماتشات كاس، اكسب يا باشا عشان افضل مستمر على القمه. الزمالك النهارده اول الدوري بفرق ماتش عن النادي الاهلي، الاهلي لو كسب ماتش بقى، مع ان الاثنين متساويين في الماتشات، بس الاهلي لو كسب ماتش والزمالك وقع ماتش الاهلي هيركب الدوري. فالمفروض الماتشات اللي جايه هتبقى ماتشات كاس، اكسب افضل مستمر، اكسب افضل مستمر. والدوريات عموما الفتره الاولى في الدوري لحد قبل الدور الاول ما ينتهي لازم تلم اكبر عدد نقط، لان المرحله اللي بعد كده بتبقى مرحله جري، كله بيجري ورا كله، كله عايز يلحق التاني. فانا المفروض افرق الفتره دي علشان ان انا اقدر استمر. فالمفروض ان كل الكور اللي ضاعت من لعيبه نادي الزمالك النهارده المفروض الجهاز الفني يجيبها ويعرضها قدام اللعيبه ويوجد لها حلول، لان اللي بيحصل ده انا مش انا كواحد من جمهور نادي الزمالك انا مش عايز ابقى قاعد طول الماتش مع متضايق، قاعد مستني الجون هتجيب جون، قاعد مستني طب هم لو جابوا جون احنا هنعمل ايه، مع ان احنا لسه كسبانين 1-0، طب لو جابوا جون طب انا اعمل ايه في النهار الطين ده؟ طيب هاتوا جون واتنين وطمنوني انا كمشاهد او مشجع قاعد بتفرج، علشان انا بصراحه بتعب. مش كل ماتش ليا قصاد مع الزمالك ببقى قاعد انا قاعد على اعصابي، احنا بجد بنتعب. اللعيبه المفروض تركز اكتر من كده في ان هي تخلص الهجمات. انا النهارده زي ما قلنا عبد الغني والونش ثنائيه تحترم وحاجه او حاجه عظيمه جدا، طارق حامد كويس جدا باستثناء ان هو بيطلع من مركزه كتير. يا طارق يا حامد انت لما بتطلع من مركزك كتير واللعيبه بتضغط على حامل الكوره باتنين بيبقى في زياده هجوميه لفرقه الجونه، بتكون انت لسه لافف وشك وترجع. انت لما تضغط على واحد ويعدي الكوره منك او يديها لحد فظهرك بيبقى فاضي، اللي هو المكان بتاعك اصلا بيبقى فاضي، فهم بيبقى عندهم اريحيه ان هم يدخلوا من العمق. الكلام اللي احنا قلناه ان هم النهارده طول الماتش بيخترقوا من العمق بسبب المشكله دي. ومجرد ما لعيبه الزمالك بتقطع الكوره بقى تسليم عشوائي او باص عشوائي، خد 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 خد، اي حد لابس ابيض خد، انا ماليش دعوه بالكوره، ماليش دعوه بالكوره، ماليش دعوه بالكوره، الا ان تاتي تحت رجل شيكابالا ويبدا يطلعها. ده اللي احنا كنا بنشوفه، او فتوح، لان فتوح كان متزن جدا وهو بيطلع بالكوره او بيطلع بالهجمه. عبد الله جمعه انا مش فاهم يعني بصراحه، مش عارف ليه عبد الله جمعه بيبقى عنده حته اللي هو انا بجري وخلاص، الكره تحت رجلي بجري وخلاص لحد ما تتقطع، لعبتها غلط مش عارف. المفروض يبقى فيها يا جماعه قاعده مع اللعيبه اللي هي بتنهي الكره بشكل عشوائي، لان انا مش كل كره، مش كل الماتش بنهي بكور عشوائيه. لازم يا باشا يكون في تنظيم في ان انا اطلع بالهجمه، يكون في جمل اقدر احل بيها التكتل اللي هو الضغط عليا في التلت الدفاعي بتاعي عشان ان انا اقدر اطلع بالكوره. اعزائي الساده المشاهدين الحمد لله خدنا الثلاثه بونت والحمد لله كسبنا نادي الجونه. اعزائي الساده المشاهدين لو انت لسه عايش لحد دلوقتي اعمل لايك على الفيديو، لو انت لسه جديد اعمل سبسكرايب على القناه عشان تتابع كل الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش تعمل شير للفيديو لو عجبك، وانزل في الكومنتات وقول لي رايك في الماتش بمنتهى الصراحه، وما عنديش اي مشكله ولو حد طلع مخالف لرايي. اعزائي الساده المشاهدين سلام عليكم.